سارة. شكرا جزيلا ميلاد، ومهمة جدا النقطة التي ختمت بها حديثك. مشاهدينا، إلى الحادث المؤسف الذي وقع في الأردن يوم الاثنين الماضي، معظمنا تابعه، تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة بسبب سقوط سهريج يوم الاثنين الماضي، وعلى إثره توفي 12 شخصا وأصيب 260 آخرين. وقال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أن تسرب غاز الكلورين حصل جراء سقوط وانفجار سهريج يحتوي على هذه المادة. فما هي هذه المادة، وما هو هذا الغاز، وما هي الأضرار المحتملة على الإنسان والبيئة؟ حول هذا الموضوع نستقبل معنا مباشرة من عمان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية السيد عمر الشوشان. صباح النور وأهلا بك سيد عمر. صباح النور وأهلا وسهلا فيك سارة. يعني قبل أن نغوص في حديثنا، تعازينا الحارة للشعب الأردني ولأسر الضحايا على المأساة المروعة، وتمنياتنا للجرحى والمصابين بعاجل الشفاء. يعني مشكلة كبيرة جدا وحادث مؤسف جدا. الفيديوهات أظهرت تسرب كثيف لغاز أصفر بعد سقوط حاوية ضخمة خلال تحميلها في أحد السفن. هذا هو المشهد الذي شاهدناه جميعا. أخبرنا بداية عن هذا الغاز، ما هو؟ بكل تأكيد كما ذكرت، هو حادث يعني أليم ومؤسف شهدناه في الأردن خلال الأيام الماضية. وهذا الغاز هو غاز الكلوريد، يستخدم في مواد التعقيم والتطهير، وخاصة في يعني الاستخدامات المنزلية، وأيضا لبرك السباحة. كما نعرف تعتبر مادة الكلور مادة أساسية للتعقيم، فلذلك هذه المادة تصنع في الأردن، وكانت متجهة إلى دولة جيبوتي من خلال ميناء العقبة، ولكن للأسف حدث ما حدث. ويعني هذا الصهريج المحمل بما يقارب 25 طن من مادة الكلورين المسال، ولكن حين سقوط الصهريج تحولت هذه المادة السائلة إلى غاز، وتم انتشاره بشكل سريع جدا في المنطقة المحيطة. ونحمد الله أنه لم يكن هناك يعني انتشار واسع لهذا الغاز، وأيضا يعني العناية الإلهية تدخلت في اتجاه وسرعة الرياح بأنها لم تكن باتجاه المناطق السكنية. نعم. طيب سيد عمر، إذا كانت هذه المادة آمنة للاستخدام في المياه أو آمنة في استخدامها في الاستخدام المنزلي لدرجة ما، كيف تحولت إلى غاز سام وبهذا اللون؟ يعني إذا ممكن تشرح لنا أكثر عن هذه النقطة لتضح لنا. بكل تأكيد بأنها يعني هذه المادة في الصهريج هي مادة مضغوطة، بمعنى التراكيز عالية جدا. ما شاهدناه في الفيديوهات المنتشرة عن وقت حصول الحادثة هو يعني انتشار ما يقارب 25 طن من المادة المسالة، تحولت بشكل مباشر إلى غاز، لكونها يعني أصلا هي يعني الصهريج معد خصيصا لحفظ هذه المادة، و يعني حالة السقوط أدت إلى انتشار هذا الغاز، ما أدى أيضا إلى يعني حدوث وفيات، وسبب بأن هذا الغاز كان في تركيز عالية وشديدة، وعندما يتم استنشاقه يتحول إلى حمض الهيدروليك، فلذلك هو يعني يؤثر بشكل كبير جدا على الجهاز التنفسي، ويسبب ما يسمى بالقصور الحاد في الجهاز التنفسي. وأعتقد أنه هذا كان السبب الرئيسي في يعني تعدد الوفيات رحمهم الله، وأيضا كان هناك ما يقارب 332 إصابة. صحيح. والحمد لله يعني كما سمعنا أمس من خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية وزير الإعلام الأردني بأن الإصابات جلها غادرت المستشفيات، ولم يبقى منها إلا 8 إصابات وحالتها جيدة. فلذلك يعني الغاز هذا غاز سام في حال تركيزه الشديدة وتركيزه العالية، كما يعني كان في حادثة العقبة. نعم. ويعني أيضا لم يكن هناك حقيقة يعني تأثيرات كبيرة
إلى ما هو خارج محيط مسرح الحادثة، يعني لم ينتشر إلى يعني مناطق مجاورة. نعم. ولكن كما نعرف بأن الغاز، هو غاز الكلور، هو أثقل من الهواء، فلذلك ترسب بشكل مباشر إلى الأسفل ولم ينتقل إلى يعني من خلال ذرات الهواء إلى مناطق أبعد من مكان الحادثة. نعم، هذا في وقت الحادثة، لأن نريد أن نتحدث عن طبيعة هذه المادة التي تكونت. ربما حصر عدد الإصابات أو عدد الأضرار من البشر بسبب السلطات التي عزلت المنطقة، أخلت الشاطئ الجنوبي للميناء من المتواجدين فيه، ولكن نحن الآن لدينا الأثر بعيد المدى لهذا الغاز على البيئة، كم يستمر؟ طبعا كان في هناك استجابة مباشرة وسريعة خاصة من الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني، وأعتقد أن هذا العامل الرئيسي كان أو حال دون وقوع خسائر بشرية بشكل يعني أكبر. فيما يتعلق في التأثيرات البيئية، هذا الغاز لم يستمر تأثيره أكثر من ما يقارب 12 ساعة، يعني بعد 12 ساعة تم يعني قياس جودة الهواء وأيضا قياسات في مياه البحر، وكانت إلى حد ما بنسب ضئيلة، وتم يعني من خلال الجمعية العلمية الملكية، وهي مرجعية فنية وطنية يعني معترف بها وبسمعتها العلمية العميقة في هذا الشأن، حقيقة استمر أخذ القياسات لمدة 3 أيام في أماكن مختلفة ومتعددة، سواء كانت على اليابسة أو في البحر، لم يكن هناك تأثيرات والحمد لله يعني على أي من الكائنات الحية أو حتى في جودة الهواء، فقط هو يعني استمر إلى ما يقارب 12 ساعة، وشهدنا عقب الحادث في يعني بالضبط ثاني يوم الصبح كان في تواجد ل دولة رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وكان يعني يظهر من خلال شاشات التلفزيون أنهم لم يرتدوا أي من الأقنعة أو الكمامات ل يعني الحفاظ على الحالة الصحية، وهذا يعني يؤشر بأن المنطقة كانت خالية من هذا الغاز بشكل تمام وبشكل كلي. نعم، طيب، الأخطاء تحدث وهي واردة الحدوث، ولكن دائما العظة والعبرة من الترتيبات أو الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد هذه الإجراءات بناء على مقتضى ما حدث. الحادثة كانت مؤسفة ولكنها فتحت الأنظار على الخطر المحدق بنا بسبب هذا الغاز. الآن هل هناك من توجيهات جديدة ستتخذ بناء على تداعيات هذا الحادث؟ نعم، كما ذكر أمس وزير الداخلية وأيضا وزير الإعلام في المؤتمر الصحفي، أن جملة من الإجراءات تم أخذها فيما يتعلق في تعزيز منظومة السلامة العامة والصحة المهنية فيما يتعلق في إدارة وتشغيل ميناء العقبة. كان في هناك اعتراف أيضا من قبل الحكومة الأردنية بأن الإهمال والتقصير والاستهتار هو السبب يعني المباشر وأيضا غير المباشر في هذه الحادثة، وكان هناك عدم الالتزام بمعايير السلامة المهنية التي هي يعني موجودة في البروتوكولات في التعامل مع مثل هذه المواد الخطرة، وأيضا في التعامل مع هذه المادة الخطرة كونها كما نعرف بأنها يتم التعامل معها من خلال الميناء الصناعي، وما جرى هو تناولها في ميناء البضائع، فلذلك أعتقد هناك توصيات يعني حثيثة في هذا الإطار. بالأمس تم يعني إقالة مدير عام شركة تشغيل الموانئ العقبة، وأيضا الهيئة الحكومية الرقابية وهي هيئة البحرية مدير عام هذه الهيئة تم إقالته، تم إقالة عديد من المسؤولين عن هذه الحادثة، وتم يعني إحالة هذا الملف بأجمله إلى الإدعاء العام أو إلى القضاء، وأعتقد أن سيتبع هذا الأمر أيضا محاسبة أدبية لمن هو أعلى من هؤلاء المسؤولين، لأن المسألة تتعلق في خسائر في الأرواح البشرية ولا يمكن طي الملف بشكل سلس وسهل. يعني سيد عمر، أتمنى أن يكون لائقا ما سأقوله، ولكن هذا الحادث الذي صار المؤسف أعاد للأذهان عند الكثيرين حادث انفجار مرفأ بيروت للتشابه ربما نوعا ما
في أنه ميناء وميناء وانفجار مواد غريبة وسامة والتداعيات بالتأكيد والفيات والإصابات. أتمنى أنه في كل مكان نتعلم من بعض، يعني عندما تحدث مشكلة في مكان لا ننتظر حتى تحدث في دولة أخرى، رفع درجات الحذر ورفع الإجراءات والإجراءات الوقائية للحفاظ على الإنسان البشر اللي هو أكبر، يمكن أكبر قيمة من كل شيء آخر. تعازينا للمرة الثانية على الحادث المؤسف، نتمنى أن لا يتكرر ولا في مكان ولا في مدينة ولا في دولة من دولنا العربية ولا حتى في العالم. رئيس اتحاد الجمعيات البيئية سيد عمر الشوشان، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك مشاهدي.